أمارس الغوص الحرة 10 سنوات وأغوص لعمق 108 أمتار وأغوص عادة في البحار الدافئة، في البحار الشفافة والنظيفة والأهم الدافئة. حاول أصدقائي فترة طويلة إقناعي بالغوص تحت الجليد. كانت ردة فعله الأولى: ما الذي نسيته هناك؟ عشت 20 سنة في كامتشاتكا ولم أحب البرد كثيراً. حاولت إقناع هذا الشخص 2 سنوات ولم يبدي أي اهتمام على الإطلاق، إلى أن ابتكرت فكرة أنه من الممكن على سبيل المثال الغوص وتسجيل رقم قياسي صغير. قررت أن أحاول وأنظر إلى ما يحبونه في هذا البرد. الدور دوري. هل رأيت توقعات الطقس؟ لم أرها. قال كونستانتين أن طبقة الجليد سميكة جدا، حوالي 50 سنتيمترا. يا للعجب، المهم ألا تكون هناك عاصفة ثلجية عندما سنغوص. ما هي خطتك؟ الغوص لمسافة 1 متر أكثر من الجميع. ما أكثر ثقة المرء بنفسه؟ من أين تأتي هذه الثقة؟ يا للجمال. نتوجه الآن بمركبات التنقل على الثلج. اجلسوا داخل الزلاجة دون النهوض، إلى أن أقول من الممكن النهوض ثم أوقف المحرك. هذا كل ما أردت قوله. القواعد بسيطة، حاولوا ألا تسببوا لأنفسكم أي إصابات ومتاعب. سيستغرق الطريق حوالي 15 دقيقة. لعل هذا أكبر مركز للغوص متخصص في الغطس تحت الجليد على مختلف المستويات، وليس من الصعب ممارسة الغوص الحر تحت الجليد في الشتاء في بحيرات شمال أوروبا أو في الجبال لأنها لا تتجمد. أما أن يتجمد البحر فليس هناك الكثير من مثل هذه الأماكن. عندما قلت لصديقي كونستانتين وتاتيانا إنني أنوي الغوص هنا والغوص لمسافة عميقة، ضحك فترة طويلة جدا. أندري تحت الجليد؟ شيء مستحيل، هذا مضحك للغاية، فهو عموما لا يتحمل البرد. لم أضحك. كتبت لي تاتيانا: نريد تسجيل رقم قياسي، فأجبتها: سنساعد، فهذا هدف جيد. جئت إلى هنا لمحاولة الغوص لأقصى حد لقدراتي إلى عمق 70 مترا ولتجربة كيف يكون الغوص في المياه القارسة البرودة. خفف درجة الحرارة بإضافة الماء لأنه ساخن هنا. أي يمكنك أخذ القليل جدا، كما يمكنك عدم أخذه. مارست رياضة طوال حياتي، ومنذ طفولتي مارست سباقات التزلج بالإسكي، ومارست حتى الشطرنج والفنون القتالية. ولكن عندما بدأت بالغوص إلى الأعماق وأدركت أن هذا يعجبني فعلا، تخليت عن عملي في المكتب وأصبحت مدربا. كنت خبيرا اقتصاديا، وقررت بسرعة كبيرة ما هو الأهم بالنسبة لي، وقررت بعدها بسرعة كبيرة ما هو الأهم بالنسبة لي. وفي أواخر عام 2014 وضعت طلب الاستقالة على الطاولة وانتقلت كليا إلى الغوص الحر. ها هي لحظة
لحظة المجد، أليس كذلك؟ تخرج الجميع ينظر إليك، بينما أنت في حالة حرجة خوفا من أن تقضي حاجتك. سنغادر الآن، لا تتأثر ولا تنفعل. ها هي تلك اللحظة التي انتظرتها طويلا. كل شيء على ما يرام. تعتاد فيما بعد. زعانف سهوا في سان بطرسبورغ وجئنا إلى هنا من دون زعانف، ولدينا الآن زعنفة كوستيا وهي واحدة لاثنين. قدمي أكبر من كوستيا بثلاثة مقاسات، ولهذا لن تلائمني الزعنفة بالتأكيد إذا ارتديت الجورب. حبذا لو دخلت فيها قدمي العارية وظلت هناك، ولهذا قطعنا الجوارب وألصقناها فوق زعنفة أحادية لكلا الساقين، وسوف أغوص بها بهذا الشكل. وعموماً هناك الكثير من الشكوك في نجاح هذا كله. هل أنت مستعدة؟ نعم. كم متراً ستغوص؟ حوالي 30 متراً، ربما 30. عندما نغوص إلى الأعماق يبدأ الهواء بداخلنا بالانكماش بسبب الضغط، ويعتقد أن رئتينا تصبحان بحجم البرتقالة في مكان ما في الأعماق، العمق 80 متراً وأكثر. تمتلئ الأوعية بالدم، وفي مكان ما لا تتحمل ومن الممكن أن تتلف جدران الأوعية، ويتدفق الدم إما إلى المجال الرئوي أو إلى أسفل القصبة الهوائية أو يتجمع في مكان ما في الحنجرة. حالتي على ما يرام. أحسنت. كم متراً؟ 40 متراً. كان يبدو لي سابقاً أنني أغوص إلى مكان ما مظلم، وفكرت ها هو الغوص الحقيقي والمخيف، وقد أزعجني بشدة لحد ما هذا الموضوع، لدرجة أنني رأيت عدة مرات في منامي كيف أغوص إلى هناك إلى هذا الظلام. أما هناك فكل شيء أبسط، إذ لا يوجد أي ظلام في الأسفل لأنه موجود في كل مكان. لا أرى أي شيء. كان الحبل على بعد حوالي 10 سنتيمترات وتلمسته بالبطانة، ولكنني لم أره. نيتروسا. علينا التحقق دائما من طرقنا التي نسير عليها، لأن عربة التزلج من الممكن أن تغور تحت الجليد. ها هو الشق، وهو موجود عبر الخليج كله وسوف ينجرف تدريجيا. سمك الجليد هنا 20 سنتيمتراً فقط. من الممكن حتى الآن الركوب مدة يومين أو ثلاثة، وإن كان 15 سنتيمتراً فلا يمكن الركوب. يتميز البحر الأبيض بظاهرة المد والجزر، تأتي المياه من المحيط ثم تنحسر مرتين في اليوم، وتشتد تيارات الماء في بعض الأماكن وفقاً لسطح البحر. هناك أماكن نعرفها هنا حيث تجرف التيارات الجليد بشكل أسرع، ومن الضروري التحقق من ذلك هناك. إنك هنا تبحث عن التوازن بين كيف تشعر بالتجمد وبين المشاعر المريحة الطيبة.
هل كان كل شيء على ما يرام؟ ألم تكن هناك إصابات؟ لم تكن هناك إصابات، وفي القطب الشمالي سارت الأمور عموما بسهولة مدهشة. شعر في الخيمة ببرد شديد. في عام 2015 غطست في نقطة القطب الشمالي لعمق 65 متر، وهو رقم قياسي. قطع الجليد المتكسرة التي تغوص لعمق حوالي 20 متر. المياه نقية للغاية، نقية جدا، ومن عمق 65 متر كان كل شيء في الأعلى يرى بوضوح. كتل الجليد حول الثغرة والحبل. المكان مظلم أيضا هناك، ولكن ليس كما في البحر الأبيض. انسدت أذناي على عمق 50 مترا. وماذا عملت؟ لا شيء. راودتني الفكرة التالية: لن أتراجع، وواصلت الغوص. فانفتحت أذناي. تغوص الآن و أين الهواء؟ أي هواء؟ وجهي يؤلمني. مستقبلات الألم الخاصة بدرجات الحرارة سهلة التكيف للغاية، إنها تتكيف بسرعة. وهذه مستقبلات درجات الحرارة التي تؤثر في الوجه. أحاسيس الألم هذه هي مستقبلات الألم، وعادة ما تبقى يوما أو يومين ثم تزول. تضمر؟ لا تضمر، تقل حساسيتها فتشعر بالألم بشكل آخر. بتدليك القفص الصدري تحت الأضلاع وقليلاً على الجانب الخلفي تحت الأضلاع، وذلك لتخفيف توتر الحجاب الحاجز وكي تكون الأضلاع متحركة، ومن الممكن مدها جانباً قليلاً. ولا يوجد هنا شيء، لا عقلاني أو علوم خفية. يدك. مهلا، كيف سأرتدي هذا كله؟ بسرعة. إن أصعب شيء في الغوص في الشمال هو ارتداء الملابس. نعم. لا أستطيع العمل في مثل هذه الظروف، فهناك ضغط علي من جميع الجهات. الماء يضغط هناك وهنا أنت. لست جاهزا وأحتاج إلى سنة أخرى للاستعداد. أعمل مع أندري منذ عام 2014. ننظم دوراتنا ونتدرب معا، ويرجع هذا بالدرجة الأولى إلى أن الغوص الحر على انفراد غير ممكن، لأن الرياضيين يعتمدون على بعضهم الآخر، فأحدهما يضمن الحماية والآخر يغوص، والعكس بالعكس. أندري هادئ، أما أنا على عكس ذلك، سريعة الانفعال. وهذه إضافة جيدة. تاتيانا قاسية ظاهريا، ولكنها صديقة جيدة ومخلصة، ويمكن الاعتماد عليها. القليل من الماء الحار في الأذنين. كفاية جيد. كفاية.
أقول لك. لا أستطيع أن أثق بها، لأنني إذا غصت إلى أعماق قصوى بالنسبة لي يجب أن أكون على ثقة بالشخص الذي يضمن حمايتي 100%. الثقة كبيرة بالطبع، فنحن نتدرب معا، كما أننا فريق رياضي أيضا ونشارك في المسابقات. 5 4 3 2 1 انطلق. ضف 10. علي خلال استدارتي أن أمسك بالحبل وأشد نفسي جيداً لتسمع زميلتي في الأعلى هذه الحركة، وتغوص هي بحيث تقابلني على عمق حوالي 20 متراً. استدار مبكراً. لا أفهم ماذا يفعل. سأغطس قبل الأوان. من الممكن أن يفقد الغواص وعيه إذا بالغ في تقدير قواه. ولم تروا الأخيرة هي الأخطر، لأن الأكسجين ينفد عادة عندنا في هذا الوقت، وبالتالي فإنني عندما أصعد إلى الأعلى خلال الأمتار الخطرة فإنني أقوم بذلك مع زميلتي، وهي في أي لحظة إذا فقدت الوعي مستعدة لإمساك والسحب إلى الأعلى. ولا أذكر الآن كم مرة أنقذتني تاتيانا، ولكنني على ثقة تامة بأنها ستفعل ذلك، وفعل ذلك عدة مرات بالتأكيد. أنا على ما يرام. ماذا كنت تفعل؟ حاولت نزع العلامة في الظلام. كنت تشد الحبل. كم؟ 70 متراً. مددنا الحبل لمسافة 71 متراً، غصت، وبما أن حبلنا قديم لذا كان هناك نقص فيه لمتر ونصف، وبدلا من الغوص لمسافة 71 متراً غصت لتسعة وستين متراً ونصف. من أجل الغوص تحت الجليد تحتاج إلى بذل جهود مشتركة مع الكثير من الناس الذين يساعدونك عمليا في القيام بذلك. لن تستطيع بمفردك عمل أي شيء. لن تكون هناك ثغرة في الجليد ولا دفء ولا دعم ولا ضمان حماية. حينها لن تستطيع عمل أي شيء ولو أنه يمكنك الغرق. بالطبع هذا ممكن. جينا إلى مكان يسمى بخليج الرخويات. لعل الشيء الأكثر إثارة في هذا الخليج هو هذا المكان بالقرب من هذا الجدار الصغير. يمتد الجدار لعمق حوالي 7 أمتار. تتجمد طبقة الجليد الرئيسية به، ويتكسر الجليد يومياً عند ارتطامه بالحائط مع المد والجزر، وتتكون مثل هذه الأكمات. الجدار مغطى أيضاً بشتى الأعشاب والطحالب، كما تعيش هناك بعض الكائنات. الرخويات عارية الخياشيم التي تتواجد على الجدار وعلى الأعشاب. ومن أجل رؤية الملاك عليك القيام بما يلي: السباحة والدوران في طبقة الماء. ملائكة البحر هي عوالق رخويات. إنها تبدو رائعة جداً، وأعتقد أنها لا تشبه الملائكة كثيراً بل تشبه الشياطين أكثر. مرحبا.
مرحبا يا عزيزي. مرحبا، هل تسمعين جيدا؟ نعم. كيف الحال؟ هرم يرام، غصت اليوم لعمق 70 مترا. هل المكان مظلم هناك؟ يعتاد المرء. عندي مصباح يدوي، لا أخبر إيانا عادة بأي شيء مزعج ومخيف من أجل ألا تقلق. وفيما بعد عندما أكون بصحة جيدة أو يتم حل الوضع أحدثها عن كل شيء، فتقول عفارم لن تذهب بعد الآن إلى أي مكان. مرحبا. عندما بدأت بممارسة الغوص الحر أصبحنا نرى بعضنا الآخر بشكل نادر، وأصبحت علاقتنا أكثر دفئا وإشراقا لأنني أنتظر بفارغ الصبر عندما أعود إلى البيت، وتنتظر زوجتي متى سنلتقي. الشاب الذي حطم الرقم القياسي العالمي وهو 71 مترا تحت الجليد غاص من جديد إلى عمق 75 مترا، وبالتالي تغيرت خطتي صباح اليوم، إذ علي الغوص لعمق 76 مترا. لا أفهم، 1.5 متر هو الفارق في طول الحبل. حددنا العمق الذي يلزمني وهو 76 مترا، نضيف 1.5 متر فنحصل على 76 زائد 1.5 متر، النتيجة 78، أي حوالي 80. الرقم القياسي هو رقم قياسي. سأقوم مع كونستانتين بتأمين سلامة محاولته. سيكون ذلك صحيحا للاحتياط. بأي اتجاه أسبح؟ ليس مهماً، ولكن ننظر. من الممكن أن أتوقف عن السباحة في مكان الماء بعد 10 أمتار، وقبل سطح الماء سأزفر. لا تخف إذا حدث شيء ما. أندري غواص قوي ويغوص عميقاً. أعتقد أنه وضع نصب عينيه مهمة يمكن تنفيذها. أي أنه لو وضع مهمة الغوص ولنقل لعمق 100 متر لا شككت في إمكانية تحقيق ذلك. دقيقتان. لم تكن لدي رغبة في الغوص. أوقف هذا الحوار الداخلي فحسب، وأركز فقط على مشاعري وأحاسيس الجسم وما يحيط بي، ويهدأ الحوار ببطء ولا أحد هناك للتحدث معه، فهناك مجرد صمت. 5 4 3 2 1، انطلق. دقيقة وعشر ثواني. استدارة. أنت حزين. دقيقة وأربعون ثانية. تنفس 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 مرة أخرى. كل شيء على ما يرام. تنفس. شكرا. 78. ممتاز. 78. تهانينا، روعة. قالت تاتيانا 78. يبدو أن الشخص الذي حطم الرقم القياسي العالمي وهو 71 غاص لعمق 75. كان من المثير جدا أن أرى كيف سيكون رد فعلي على أكثر ما لا أحبه وهو البرد.
كنت أقول لتاتيانا طوال سنتين إنني لا أحب البرد ولا أريد المجيء إلى هنا، ولكنه من الممكن العمل في البرد ومن الممكن حتى إيجاد جوانب سارة والتمتع بذلك، وهناك حتى احتمال كبير بأنني سأعود إلى هنا مجدداً مهما بدا ذلك غريباً، وسأحاول الغوص مسافة أعمق. ما مشكلة. إذا كان هذا يعجبك فلا شيء مستحيلا بالنسبة لك. إذا كان هذا مثيرا لاهتمامك، أي من الممكن البحث عن مئات الأسباب لعدم القيام بذلك، ولكنه من الممكن إيجاد مئات الفرص لتفعلها.